الدكتور مصطفى كمال مدبول محمد رئيسا لمجلس الوزراء. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. الفريق أول المدير أحمد عبد المجيد صقر وزير الدفاع والمدافع. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور. لا يمكن وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.